حبيبي اخوي عبد الله، زين، الاغنيه ايش جايه، سويت؟ ايش ايش سويت؟ لا سويت؟ ما رديت على فاهم الاغنيه. ايش سويت؟ مصر صراحه طبعا، مصر؟ اي مصر. ايش سويت؟ شلون عشت من غير والله تلفون؟ بحاله قلق، ماكو ما ما لا لا اعصاب تحاول، مشدوده. لا تحاول ما انت. تقدر، ما تقدر صراحه. انا انا احس والله انه واحد من الناس ما اقدر استغنى عن تلفون نهائيا. لا، شوف اخوي عبد الله، ممكن بالسفر، يمكن لا زين، والله حتى لكن بالسفر، هني ما اعتقد يعني تكون حتى موجود بالسفر، اشغال حتى الدوام. بالسفر نهائيا. في عندك اللي اغنيه؟ حاتيك وتحاتيه صح بالسفر هم صح لابد صح صح تكون على تواصل وياهم. اكيد اكيد شنو اكيد. عندكم من اغنيه طال عمرك؟ عندنا شبح، عندنا زعيم. حبيبي طال عبد الله. عمرك لف لي لف لي اثنين شبح وانا ويا اللي واحد راجع. حوت. حبيبي عبد الله، الله يهنيك على نفس الطيبه. عندنا اغنيه لبشار الشطي، شنو؟ ما ابي ارجع لك، ما ابي ارجع لك عبد الله، قصدي شو اسمه، بشار الشطي. ما برجع لك؟ اي ما جديد حق برجع لك. خوش اغنيه ما برجع لك، بس يا اخي انا اوجه حق منو؟ اوكي ما اقدر اهديكم اياها. خلاص نحن نبيك ترجع لا لا لنا. لا راح نرجع لكم طال عمري. حبيبي حبيبي. لا يا اخو هديه حق اللي يبغى يستانس عليها يبغى، ايوه واللي ما يستانس عليه كيفه. حلو. زين، ويعطيكم العافيه يبغى، الله يحييك، وعساكم على القوه. الله يقوي، الله شاكرين لك. يلا يبغى، مشكورين، حياك الله، سلام. حياك الله يا رب. طبعا حمد، الاتصال هذا لا يعني صار لنا محقق. انت شو تسوي؟ انا صارت معاي وانتهت، خلصت وخذيت لي خط و... الو، يا هلا حبيبي. مطعم، تفضل يا رب. يعطيك العافيه، ما فيك، شلونك؟ الله يخليك. شنو عندك سندويتشات؟ في حلو من نقانق، مرتدين، لا تشكن في لي، همبرجرات، حلو شراح حلو طلياني. حلو حلو. شنو تبي؟ همبرجرات؟ شنو انواع الهمبرجرات؟ زين، شنو الهمبرجر عندك؟ الهمبرجرات اللي بالبيض، عندك، بالش اسمه، بالجبن؟ يا الله، قول لي الهمبرجرات اللي عندك شنو؟ على كيفك. ايه شنو حلو. همبرجرات يعني؟ زين، شنو تبي؟ شنو همبرجرات؟ شنو همبرجر؟ همبرجر همبرجر اشتغل وياه انت. ايه همبرجر. حبيبي شنو همبرجرات؟ لحم ودجاج. لحم ودياي لحم يعني؟ همبرجر ودياي. لحم ودياي. همبرجرات؟ ايه بس ما ادري، بس هذا هو ما شاء الله. ما حسبالي همبرجر بالبيض، همبرجر. زين، شنو شنو الحين؟ ابي شيبس بس. شيبسي بس، ما ابي شيء ثاني. تعرف ليش؟ شوي شوي ودق عليك اخوي، شوي ودق عليك. طالع لا يعني طالع. عن الريال على شيبس. اي انا بالشيبس، انت شكو، انت اطلب اللي تبي. مشاهدينا، نسمع الاغنيه الجايه حق بشار الشطي ونرجع لكم. ما ابي ارجع لك. لا ترجع لي. تحداني
اكسر جروحي واقول للاشواق من خاطري روحي وياك انا والله العظيم ضاعت روحي فوقت واتذكر جروحي واقول للاشواق من خاطري روحي وياك انا والله العظيم ضاعت روحي معانا عبد الله يوسف. الو الو يعطيك العافيه حياك الله. هلا العبد يسعد لي مساكم اخوي حمد واخوي جاسم. شو اخباركم؟ تمام خير الله يسلمك. اليوم موضوعكم عن الاتصال والانترنت بس مبين ان اليوم ما في اتصال بينك وبين جاسم كلش. لا اليوم احنا متضاربين طال عمرك بسبه السندويشه. انا عندي الجيكر يبي شيبس وهو يبي انا بسندويش وهو يبي شيبس فما اتفقنا للحين. يا نطلب نفس الشيء يا ماكو. لا تطلب كيفك. اشتو مسوي رجيم هوليودي. اوه هذا مالت هوليود مالت اي هوليود. قول لي عمي قول لي عطني رايك بالموضوع حبيبي. اخوي لحظه قبل لا ندش بالموضوع اخوي عبد الله تخيل نفسك في هوليود وما عندك تليفون. اوه تدري شنو المشكله؟ لا العيشه تصير صعبه يا زين. عطني كذي اشرح لي موقف. يلا عيش الدور غمض عيونك. ما تقدر. ها ليش؟ والله تقص على نفسك ولا بالحلم ما تقدر تعيش اصلا من غير وسائل الاتصالات والانترنت. ما تقدر كلش اخوي. زين شلون اهلنا عاشوا؟ والله عاشوا بالفطره قبل وكانت العيشه بسيطه. صح. وين؟ ما اقدر اقارن قبل بالحين صعب اصلا. صح صح. انا بنتي يمكن عمرها 4-5 سنين وياها موبايلها وين ما تروح. ما شاء الله. اي والله بالنادي. اي والله موبايلها وياها صغيره. ولدي عمره 3 سنين شاري له موبايل بس الخط ان شاء الله. ان شاء ما شاء الله يعني 3 سنين ويستخدم تليفون. 3 سنين جاري على قولة فناننا سعد الفري. ودي 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 اصدق بس قوية قوية قوية. وجه تحية حق الفنان الكبير سعد حبيبي. انا لحق على الريال لازم اكلمه. انزين عاد الخط فواتير ولا تعبئة؟ اي هني هني الحكي. انت انت يا ابو 3 سنوات الله يخليهم لك ان شاء الله. قاعد اقول لك شاري له جهاز بس مو مركب له خط. اوكي للحين زين الخط شنو فيفا ولا هوليوودي ولا الخط؟ لا هوليوود اكيد. طبعا انت الجهاز الحين هديه على اساس ان دوره وكذي بس عاد هسه يكون بلاك بيري ولا ايفون؟ لا والله جهاز طاقه من هذيلا. هذا ابو تريك. ابو تريك ايام الانتخابات تدري. اي طبعا كنت اكيد مفتاح انتخابي وقالوا لك نعطيك مبلغ الفلاني وما نجح صاحبك وما عطوك شيء غمضت التليفون. شيء احسن من موش. صايدهم جسم صايد. لا مو انا سويت كذي عادي يعني هالسالفه. وعلي وعليك وعلى حالك يعني. شو نسوي شو نسوي يعني؟ عاد عندنا اغنيه حق عادل الماس وعلي وعلى حالك. عادل الماس اهديها الاخ العزيز بدر النجار يستاهل.